السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس نشوى فريد من مدرسة علوم وساينس. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثانية لسنة ستة ابتدائي. اللي فات الوحدة الأولى أو الدرس الأول في الوحدة الثانية يقدر يرجع للفيديوهات اللي سبقت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قياس درجات الحرارة. بس قبل ما أتكلم عن قياس درجات الحرارة، هو إحنا ليه أساساً بنقيس درجات الحرارة؟ إيه هي أهمية قياس درجات الحرارة؟ أول حاجة التعرف على درجة حرارة الجو، تاني حاجة التعرف على درجة حرارة أجسامنا، تالت حاجة في الصناعات الغذائية. يبقى ليه بنقيس درجة الحرارة؟ هقول للتعرف على درجة حرارة الجو، التعرف على درجة حرارة أجسامنا، وفي الصناعات الغذائية. طب ما هو الترمومتر؟ هو جهاز بيستخدم لقياس درجات الحرارة. ايه هو الترمومتر؟ جهاز بيستخدم لقياس درجات الحرارة. طب ليه انا بستخدم الترمومتر؟ انا لو استخدمت ايديا هعرف الجسم ده سخن او بارد، ولكن لا استطيع قياس درجات الحرارة بدقة الا باستخدام الترمومتر. يبقى علل لا تستخدم اليد لقياس درجات الحرارة. هقول لانه لا يعتبر مؤشر دقيق. لا يعتبر مؤشر ايه دقيق؟ هو بيقيس بس إذا كان الجسم ساخن أو إذا كان الجسم بارد، أما لقياس درجات الحرارة بنحتاج إلى الترمومتر. يبقى إيه هو الترمومتر؟ هو جهاز بيستخدم لقياس درجات الحرارة، وده بيكون شكل الترمومتر. قبل ما أتكلم عن أنواع الترمومتر لازم أكون إيه عارفة إيه هي فكرة العمل بتاعته. فكرة عمل الترمومتر هي إيه؟ هو تغير حجم السائل بتغير درجات الحرارة، حيث يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. يعني إيه؟ يعني الترمومتر ده جواه سائل، لما بتعلى درجة الحرارة السائل ده بيتمدد وبيتغير هنا درجة الحرارة. طب ولو درجة الحرارة انخفضت السائل بينكمش وبيرجع تاني. يبقى فكرة عمل الترمومتر هي ايه؟ هو تغير حجم السائل بانتظام بتغير درجات الحرارة، حيث يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. تغير حجم السائل الموجود بتغير درجات الحرارة، حيث يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. دي فكرة عمل الأساسية لمين؟ للترمومترات. تغير حجم السائل الموجود بتغير درجات الحرارة. أنواع الترمومترات أنا عندي نوعين، عندي الترمومتر الطبي هناخده الأول، وهناخد الترمومتر المئوي. من أنواع الترمومترات أو اللي هنتكلم عليهم إن شاء الله، هنتكلم عن الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي. إيه الفرق بينهم؟ الترمومتر الطبي ده بنقيس بيه درجة حرارة أجسامنا اللي هو بيبقى موجود عند الدكتور أو موجود عندنا في البيت. هو جهاز بيستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. بيتركب إيه أو تركيبة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنبوبة زجاجية سميكة، تمام، بداخلها أنبوبة شعرية رفيعة. أنبوبة شعرية رفيعة اللي هي رفيعة اللي جوه دي، يعني أنبوبة سميكة من بره كبيرة وأصغر منها أنبوبة شعرية رفيعة، وفي في الآخر هنا كده عندي مستودع من الزئبق أو مستودع بداخله الزئبق. مستودع بداخله الزئبق، ده الزئبق اللي هو السائل المستخدم اللي هو بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. وده الاختناق، ده مهم جدا الاختناق ده، ونعرف أهميته دلوقتي. يعني بيكون من أربع حاجات: أنبوبة زجاجية سميكة، أنبوبة شعرية رفيعة، مستودع من زجاجي بيحتوي على الزئبق، واختناق. طيب ايه بقى فايدة الاختناق؟ اقول لان هو بيمنع رجوع الزئبق بسرعة الى المستودع، بيمنع رجوع الزئبق بسرعة الى المستودع حتى اتمكن من قراءة درجة الحرارة. يبقى الاختناق بيمنع رجوع الزئبق الى المستودع بسرعة حتى يتمكن الشخص من تسجيل القراءة بسهولة. التدريج بتاعه بيبتدي من 35 لغاية 42. التدريج بتاعه من 35 ل 42. ليش معنى من 35 ل 42؟ ليه مثلا مش من 1؟ ليه مش من 10؟ ليه مش من 5؟ هقول لان درجة حرارة جسم الانسان لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42. درجة حرارة جسم الانسان لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42. لازم ارجه قبل ما استخدمه. ليه لازم ارجه؟ لازم ارجه عشان ارجع الزئبق الى الايه؟ المستودع، وارجع اقيس من اول وجديد. يعني مثلا هو مسجل عن 35 او انا مسجل مثلا عن 37 او 38. قبل ما استخدمه هروح عامله له رج او ارجه عشان ارجعه تاني الزئبق ده للمستودع واقدر اقيس درجات الحراره. وطبعا لازم اعقمه بالكحول الايثيلي طبعا عشان اقتل اي ميكروبس، لانه بتحط اسام في البق، فلازم اعمل له تعقيم بصفه مستمره باستخدام الايه؟ الكحول الايثيلي. يبقى هو زي ما احنا شايفين لازم ان انا اعقمه بالكحول الايثيلي لقتل الجراثيم، تمام. لازم نحطه اسفل اللسان لمده دقيقه، بنخرج الترمومتر من الفم وبنسجل القرايه، تمام. بيكون الوضع بتاعه يكون الترمومتر راسي ويكون اتجاه النظر اليه عمودي زي ما احنا شايفين كده، تمام، حتى تكون القراءه جيده. يعني اقراه يبقى في اتجاه راسي ويكون اتجاه النظر عمودي. طيب بيستخدم في ايه؟ طبعا قلنا بيستخدم في قياس درجه حراره جسم الانسان، تمام، والرقم
اللي بيتوقف عنده مستوى الزئبق هو ده بيكون درجة الحرارة. طبعا درجة حرارة الإنسان في الحالة الطبيعية بيكون 37 درجة عشان برضو نبقى عارفين. يبقى الترمومتر الطبي خدنا التركيب بتاعه وقلنا بيكون عبارة عن أنبوبة زجاجية سميكة، أنبوبة شعرية مستودع من الزئبق واتكلمنا عنه، والاختناق وقلنا فايدته ايه، بيمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع حتى اتمكن من قراءة درجات الحرارة. قلنا لازم ارجه كويس عشان ارجع الزئبق الى المستودع واقدر اقيس من اول وجديد. لازم اعمل له تعقيم من الكحول الايثيلي لقتل الجراثيم، تمام. وقلنا كمان ان الرقم اللي بيتوقف عنده القراءة هو ده بيكون درجة الحرارة زي ما احنا شايفين، وبيكون التدريج بتاعه من 35 ل 42، لان درجة حرارة جسم الانسان لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42. طبعا من التحذيرات المهمة قوي ان الزئبق ده مادة سامة، عشان كده ما ينفعش اضغط عليه بسناني، تمام. ما ينفعش اخلي الاطفال يلعبوا بيه لان الزئبق ده ماده سامه، عشان كده لازم ابعده عن الاطفال، تمام. ايه بقى حكايه الترمومتر المئوي؟ الترمومتر المئوي ده يا جماعه بيكون زي الترمومتر برضو الطبي، شبهه كتير بس بيختلف. يعني بيتكون برضو من انبوبه زجاجيه سميكه، بيتكون من انبوبه شعريه رفيعه، بيتكون من المستودع الذي يحتوي على الزئبق ولكن لا يحتوي على اختناق، ولكن لا يحتوي على اختناق. يبقى الفرق في التركيب ان ده لا يحتوي على اختناق. طب والقرايه بتاعته او التدريج بتاعه؟ التدريج بتاعه هنا بيكون من 0 لغايه 100، من 0 لغايه 100. الثاني كان من 35 ل 42، لا ده التدريج بتاعه بيكون من 0 لغايه 100. الصفر دي عباره عن ايه؟ هي درجه اللي هي درجه تجمد المياه، ماشي كده، وال 100 ديت اللي هي درجه اللي هي اعلى درجه اللي هي درجه غليان المياه. يبقى الصفر درجه تجمد المياه وال 100 درجه غليان المياه، عشان كده انا اقول التدريج بتاعه اللي بيكون من 0 ل 100، الصفر درجه تجمد الماء وال 100 هي اعلى درجه فيه اللي بيكون درجه غليان الماء، وده بيكون شكل الترمومتر المئوي. وطبعا ده بيستخدم لقياس درجه حراره السوائل، بيستخدم لقياس درجه حراره السوائل، تمام كده. وبرده الماده اللي موجوده فيه برده الزئبق زي ما احنا قلنا بالظبط. طيب انا ليه بقى بستخدم ماده الزئبق سواء في الترمومتر المئوي او الترمومتر الطبي؟ هقول لان الزئبق سائل فضي يرى بسهوله، لونه جميل قوي، بيكون يعني بيرى بسهوله. تاني حاجه بيكون جيد التوصيل للحراره. ثالث حاجه بيتمدد بانتظام. رابع حاجه لا يلتصق بجدار الانبوبه. واخر حاجه بيدي مدى واسع جدا لقياس درجات الحراره، بتكون من ناقص 39 لغايه 357 درجه سيليزيه. يبقى ليه بستخدم ماده الزئبق؟ لانه اول حاجه سائل فضي يرى بسهوله، لا يلتصق بالانبوبه بزجاج الانبوبه الشعريه، بيتمدد بانتظام، جيد التوصيل للحراره، بيعطي مدى واسع درجة الحرارة ممكن يقيس من ناقص 39 لغاية 357 درجة سيليزية. عشان كده ده السبب ان احنا بنستخدم مادة الزئبق وما بنستخدمش اي مادة تانية، تمام كده. يبقى احنا خدنا انواع الترمومترات سواء الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي، وطبعا يعني الموضوع سهل قوي، والفرق بينهم كمان نقدر نعمل مقارنة بينهم دلوقتي. لو جينا عملنا مقارنة بين الترمومتر المئوي والترمومتر الطبي، أول حاجة الترمومتر المئوي بيكون من أنبوبة زجاجية وأنبوبة شعرية ومستودع للزئبق ولا يوجد اختناق، أما هنا بيتركب من أنبوبة زجاجية بداخلها أنبوبة شعرية ومستودع ويوجد اختناق. يبقى الفرق بين هنا وبين هنا، هنا لا يوجد اختناق، هنا يوجد اختناق. التدريج بتاعي في المئوي بيكون من 0 إلى 100، أما هنا بيكون من 35 ل 42. هنا الاختناق لا يوجد، هنا يوجد. وقلنا يوجد ليه؟ هقول ايه؟ عشان يمنع رجوع الزئبق بسهولة الى المستودع، ماشي. واتكلمنا عن السائل المستخدم هنا الزئبق وهنا الزئبق، وقلنا ليه بنستخدم مادة الزئبق. والاستخدام ده بيستخدم لقياس درجة حرارة السوائل، وده بيستخدم لقياس درجة حرارة جسم الانسان. وقلنا بنستخدم مادة الزئبق لانها اول حاجة قلنا سائل فضي يرى بسهولة، بيتمدد بانتظام، بيعطي مدى واسع من ناقص 39 ل 357. قلنا برضو عليه ان هو بيكون سائل لا يلتصق بجدار الانبوبه الشعريه. دي كلها مميزات بتمنح الزئبق ان هو ماده تستخدم في حاله الايه، الترمومتر المئوي والترمومتر الطبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.